ما ننظر الشاطئ بالنسبة لنواكشوط تقريبا 20% من الدخل الموريتاني تواجه خطر الشاطئ والكوارث الشاطئية عبر ما نسميه التغيرات المناخية. وطبعا اليوم مع التغيرات والكوارث الطبيعية بالنسبة للسواحل في العالم يواجه خطر. وأخترنا اليوم أن الحلقة للمعهد البيئي الموريتاني تكون حول هذا الموضوع، واستدعينا عدة شركات عمومية وخصوصية ووزارة البيئة كي نناقش معا، وإدارة الحماية المدنية وحتى البحرية الوطنية كي نناقش إشكالية التصدي والتكيف للتغيرات المناخية بالنسبة للشاطئ على مستوى نواكشوط.